الفيديو ده هنتكلم فيه عن الأجهزة والطابعات، إزاي أتعامل مع الطابعة وأطبع ملف من خلال ويندوز، عشان أوصل وأتعامل مع الطابعات والأجهزة من خلال زرار ابدأ بيفتح لي قائمة ابدأ، بدخل على الأجهزة والطابعات. لو دخلت على الأجهزة والطابعات بلاحظ إن في شريط العنوان هنا قال لي أنت دخلت على لوحة التحكم، ممكن أوصل بالطريقة دي تاني، وبعد كده بضغط على الأجهزة والصوت يعني ممكن أوصل على ده، بعد كده اوصل للاجهزه والطابعات. هو بيعمل مسح دلوقتي للاجهزه والطابعات الموجوده عندي، الاجهزه دي ممكن تكون موبايلات او طابعات. بلاحظ ان هنا عندي ايقونه طابعه، عشان اطبع اي هاردوير، اي هاردوير بيتوصل بجهازي زي موبايل زي فلاشه زي طابعه بيظهر له ايقونه او رمز عشان اتعامل معاه من خلاله. يعني بمجرد ما بحط الفلاشه لجهازي بيظهر رمز او ايقونه للفلاشه دي، لو ما ظهرش ايقونه للفلاشه داخل جهاز الكمبيوتر مش هقدر اتواصل او اتعامل مع الفلاشه. الطابعه كهاردوير والموبايل كهاردوير مش مختلف عن كده، لازم لما اوصل الطابعه واشغل الطابعه يظهر لها ايقونه، كل طابعه لها ايقونه مختلفه او برنامج تعريف مختلف. برنامج التعريف ده بينزل انا اللي بضيفه او بثبته بايدي، لان الفلاشه لما بركبها بتتعرف بشكل مباشر لان برنامج التشغيل بتاعها بسيط، اما كل طابعه لها برنامج معقد شوية فلازم انا اضغط على اضافة طبعة. لما بضغط على اضافة طبعة هبتدي هنا طبعا لما اكون انا مثبت الطبعة انا بقول لي ما نوع الطبعة الذي تريد تثبيته، عايز تثبت طبعة ايه، هل هي محلية شبكة في الجهاز على طول متوصلة بالسلك في الجهاز على طول بالكابل اليو اس بي مثلا، ولا عن طريق شبكة بقى او لاسلكية. انا طبعا بقول له لا طبعة محلية عادي لو هي النوع ده، ما بختارش اي حاجة هنا لان المنفذ الموجود ال بي تي 1 او ال بي تي هو ده منفذ الطبعه اللي احنا عارفينه او ده الافتراضي. هقول له التالي مش هعمل اي حاجه. هنا هيقول لي بقى اختار الطبعه بتاعتك، الطبعه بتاعتك الشركه اللي انت شاريها منها ايه. ممكن اقول له انا شاري من شركه ابسون، فيقول لي الشركه المصنعه ابسون اوكي، لكن ابسون صنعت اكتر من موديل، الموديل بتاعك اسمه ايه، بلاقي الاسم ده مطبوع على الطبعه الهاردوير من بره فبختاره بالظبط. طيب لو لقيت الطبعه بتاعتي مش موجود هنا بقول له لا معايا قرص خاص، معايا اسطوانه جايه مع الطبعه، وفي الحاله دي هجيب برنامج التعريف من خلالها. لو اخترت النوع ده وبقول له التالي قال لي اسم الطبعه اهو، وبقول له التالي كمان بيبدا يثبت الطبعه. يثبت الطبعه يعني ايه؟ يعني هيضيف الايقونه هنا اللي هقدر اتعامل من خلالها مع الطبعه لو انا موصلها، او اسمه برنامج التعريف او درايفر او برينتر درايفر. هنا بيسالني بقى خلاص تشاركها ولا لا، هقول له مش هشاركها الطبعه دي، ويقول لي تحب تطبع صفحه اختيار، لو حبيت اطبع من هنا هقول له لا شكرا انهاء. بلاحظ ان الطبعه ابسون هي اتثبتت عندي بالنوع اللي انا اخترته، عليها علامه صح. معنى علامه صح ان هي شغاله وكله شغال مفيش مشكله، لكن علامه صح معناها ان هي الطبعه الافتراضيه. يعني ايه الطبعه الافتراضيه بقى؟ يعني لو جيت اطبع اقول له اطبع فهيطبع بالطبعه دي، لو انا ما قلتلوش لا يطبع لي بالطبعه كانون، يبقى انا لو قلت اطبع بالطبعه كانون هيطبع بالطبعه كانون. طب لو قلت له اطبع وما ذكرتش اسم الطبعه يبقى عارف ان ده الطبعه الافتراضيه. طب ممكن انا اخلي الطبعه كانون هي الطبعه الافتراضيه؟ اعمل كليك يمين ببساطه عليها واقول له تعيين دي كطبعه افتراضيه. كذلك انا ممكن اعمل كليك يمين واختار بعض الاوامر الخاصه بالطبعه، زي مثلا هنا اشوف مثلا عرض ما يتم طباعته. عرض ما يتم طباعته لو الطبعه دي شغاله وعايز اعرف ايه اللي بيطبع دلوقتي هضغط على عرض ما يتم طباعته. لو عايز احذف التعريف ده لاني بعت الطبعه هقول له ازاله الجهاز. طيب نشوف بقى احنا هنطبع ازاي. احنا بنطبع اصلا من ملف بيكون موجود، الملف دوت بيكون موجود عندي زي ده كده، فانا عايز اطبع هقول له ملف من اي برنامج وهختار طباعه. لما هقول له ملف وطباعه هيبدا يجيب لي هنا اسم الطبعه بتاعتي، جاب لي الطبعه كانون، قال لي الطبعه جاهزه، مع ان انا عندي سهم فيه بقيه الطبعات. ليه هو اختار الطبعه كانون بالتحديد؟ لان الطبعه كانون هنا هي الافتراضيه، فهنا بما ان انا لسه ما غيرتش فهو حددها لي. لو انا ضغطت على الامر طباعه هيطبع بالطبعه كانون، لكن كل ده ما يمنعش ان انا اغير الطبعه الافتراضيه لطبعه تانيه. بعد كده بديله الامر وبقول له اطبع. بلاحظ دايما لو انا ضغطت على زرار الطباعه بالشكل دوت هلاحظ ان بيظهر عندي ايقونه على شريط المهام جنب لغه هنا رسم الطبعه. لو انا عايز اعرف ايه اللي بالطبع بفتح الايقونه دي، بلاحظ ان فتح لي مربع حواري فيه اسم الملف وبيقول لي بالطبع. انا هنا في الحاله دي لو صبرت شويه طبعا قال لي الطبعه لا تستجيب. ممكن اعمل كليك يمين واقول له الغي الامر، لان انا زي ما اكون بتصل بشخص ومعيش رصيد، انا بطبع ومعيش طبعه. فبعد شويه جاب لي قال لي الطبعه بتاعتك مش بتستجيب، مفيش طبعه اساسا. فانا ممكن اقول له
عشان ألحق الخطأ ده أقول له إلغاء الأمر أو إيقاف مؤقت أو إعادة تشغيل الأمر. الأيقونة دي جت هنا منين؟ بمجرد ما اديت الأمر الطباعة بيظهر عندي أيقونة الطباعة موجودة هنا، ممكن تكون ظاهرة كمان مختفية في السهم ده بجيبها من خلالها. أيقونة الطباعة دي اللي هي أساسا لو أنا فتحت ستارت أو قائمة ابدأ واخترت الأجهزة والطابعات هلاقيها موجودة هنا. الأيقونة اللي اتصغرت ونزلت تحت في شريط المهام هي نفس الأيقونة دي، يعني ممكن أفتح من هنا برضو وأشوف إيه اللي بالطبع هنا لو أنا مدي أمر للطباعة. طيب لو عندي ملف نص زي دوت وحبيت أطبعه من قائمة ملف بختار طباعة، بيظهر لي برضو مربع الحواري بتاع الطبعة. بلاحظ إن هو جاب لي على الطبعة كانون بالتحديد لأنها الافتراضية في الحالة دي، وده ما يمنعش إن أنا أغير أي طبعة، لكن لو مغيرتش هي دي الطبعة الافتراضية. بعد كده بديله الامر طباعه، طبعا بعد تحديد عدد النسخ لو حبيت اغير في عدد النسخ وغيره بقول له طباعه. ومجرد ما بطبع بنلاحظ ان رسمه الطبعه بتظهر عندي في شريط المهام بالشكل ده، وهنا بيدي لي البيانات بتاعتها. ممكن انا اضغط على رسمه الطبعه من خلال شريط المهام واحدد الطبعه كده واقول له الملف ده طالما حصل فيه خطا اعمل عليه كليك يمين واقول له الغاء الامر. هنا انا لغيت الامر اللي اديته للطبعه التعامل من خلال الأيقونة اللي بتظهر في شريط المهام من تحت. أو النوتيفيكيشن اريا أو منطقة الإعلام دي